الأخبار من الحدث. اعتقالات متبادلة بالعشرات بين الحرس الثوري الإيراني والمخابرات على خلفية التقصير في حماية منشأة نطنز. شكوك إيرانية حول وفاة نائب قائد فيلق القدس ومساعد سابق لروحاني يصفه بداعم الحوثي. في التفاف مفاجئ، نائب المجلس النيابي يطالب الجيش بإرسال الرئيس اللبناني إلى البيت وتسلم السلطة. تقرير في الغارديان يفضح لا مبالاة خفر السواحل الليبي والتسبب بغرق مئات المهاجرين بينهم أطفال وحوامل. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة المفصلة من الحدث. أكدت مصادر خاصة للحدث اعتقال نحو 100 عنصر من الاستخبارات الإيرانية و45 عنصرا من الحرس الثوري، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين الجهازين، حيث يتهم الحرس الثوري وزارة الاستخبارات بعدم القدرة على حماية منشأة نطنز التي تعرض نصفها للتدمير، فيما تتهم الأخيرة عناصر الحرس الثوري بتمويل أذرع وميليشيات وصرف مبالغ هائلة دون استفادة إيران منها. وأشارت هذه المصادر إلى ما وصفته بعجز خامنئي عن وقف هذه الخلافات، ما أدى إلى استدعاء عدد من قادة الجهازين إلى منزله اليوم. إلى ذلك، أكد أمير مقدم مدير مكتب العلاقات العامة السابق لرئاسة الجمهورية الارتباط المباشر لوفاة محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس باستهداف سفينة سافيز ومنشأة نطنز النووية والتطورات المستقبلية في اليمن على حد تعبيره. وأوضح مقدم أن حجازي كان أعلى قائد للحرس الثوري الإيراني لدعم الحوثيين في اليمن وكثير السفر إلى اليمن وفنزويلا، فضلا عن كونه عنصرا مهما في برنامج الصواريخ والأنشطة الأخرى. وأضاف مقدم أن حجازي قاد بشكل خاص أنشطة عدة ضد الإمارات والسعودية. مشاهدينا، خبر وفاة نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد حجازي بسكتة قلبية كاد لا يمر أو يمر دون قلائل، لولا القنبلة التي فجرها مهدي همت المقرب من الحرس الثوري في تغريدة له عبر صفحته على تويتر، قال فيها إن وفاة الرجل لم تكن بسكتة قلبية، وأردف مخاطبا المرشد الإيراني علي خامنئي: هذا أيضا راح فداك. وهذا يعني أن وراء رحيل الرجل ما ورائها، بل ويعني أنه قضى قتيلا، وما يزيد من الريبة هو أن همت حذف التغريدة بعدها بقليل، وما يعزز الشكوك بمقتل الجنرال حجازي أيضا رثاء المتحدث باسم الحرس الثوري ووصفه له بالشهيد، على الرغم من أن المعلن هو وفاة طبيعية. وبذلك يفتح باب التكهنات حول حقيقة وفاة الجنرال حجازي، وما إذا كانت تصفية أم وفاة طبيعية، ولما لا وفاة في ساحة حرب ما كاليمن التي كان الراحل مسؤولا عن إدارة شؤون ميليشيات الحوثي ذراع بلاده هناك، كما سبق له المشاركة في الحرب الإيرانية العراقية أصيب فيها بأسلحة كيماوية لكنه نجا، كما تحمله المعارضة مسؤولية قمع المتظاهرين عندما لعب دورا مهما في حملة القمع الدموية التي أعقبت الانتخابات عام 2009.
وفيما يبدو ردا على مقتل حجازي، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن سعادة إسرائيل لن تدوم طويلا. نقول للصهاينة إن سعادتكم لن تدوم طويلا، ستختفي بيد الذين طردتموهم من وطنهم، لا تشعروا بالسعادة، سنواصل الطريق. مشاهدينا، ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني صالح حميد، أهلا بك معنا سيد صالح إلى هذه الساعة. بداية، ما حقيقة الخلاف بين الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات، ومن منهما مسؤول عن حماية منشآت نطنز؟ الحقيقة الخلاف هو منذ بداية تأسيس هذا النظام الجمهورية الإسلامية بعد أسقاط الشاه، عندما تم توحيد الأجهزة الأمنية ضمن وزارة الاستخبارات حوالي عام 86، لكن دائما كان الحرس الثوري يريد السيطرة والهيمنة على كل الملف الأمني، ويشتد هذا الصراع كلما تحدث هناك اختراقات كعمليات اغتيال أو تفجير أو ما شابه. الحرس الثوري دائما يتهم الحكومة، خاصة إذا كان الإصلاحيون على رأس الحكومة، بأنها مهادنة وموالية للغرب وضعيفة، ويتهمونها بالاختراق، ويدعون أن العناصر الثورية هم وحدهم قادرين على ضبط الأمن وعلى العمل الاستخباري والإخلاص والولاء التام للنظام. لذلك الآن شاهدنا هذا الخلاف تصاعد في قضية تفجير نطنز، في اغتيال فخري زادة، وكل ما تحدث يعني هذا الخلاف. بس مين الآن مسؤول عن المنشأة؟ الاستخبارات ولا الحرس الثوري؟ يعني بالطبع هم يتبادلون الأدوار، لكن الحرس الثوري هو المسؤول الأساسي على المواقع النووية، على أيضا المنشآت العسكرية الحساسة أيضا، لكن بالتأكيد للاستخبارات التابعة للحكومة أيضا دور كبير في جمع المعلومات، وفي لأنه بالنهاية هي التي تتبع للحكومة ويعني تتلقى الميزانيات الكبيرة لحفظ الأمن الداخلي. فلذلك الحرس الثوري عادة دوره يكون يعني خاصة بما يتعلق بفيلق القدس، هو بالتدخلات الخارجية، بالبرنامج الصاروخي، وأيضا بالشق العسكري النووي، أي الأماكن التي يعمل فيها العلماء النوويين، مراكز الأبحاث التي هي بدورها تابعة للحرس الثوري، لكن أيضا مثلا هناك مصانع تابعة لوزارة الدفاع، هذه تتم حمايتها من قبل وزارة الاستخبارات. نعم. فهناك تقسيم عمل، لكن السيطرة الأساسية هي جهاز استخبارات الحرس الثوري الذي يرأسه مهدي طائب. طيب، هذا بالنسبة لمنشأة نطنز. هذا الخلاف الآن الذي بدأ يتصاعد على السطح من ناحية من يحفظ أمن المنشآت النووية، ومن ناحية أيضا الأموال التي صرفت على الميليشيات ولم يستفيد منها الداخل، هذا الخلاف كيف يمكن أن يوسع عدم الثقة من الشعب الإيراني تجاه النظام الإيراني، بأنه توجد هناك العديد من الخروقات الأمنية التي لا يمكن ربما السيطرة عليها؟ نعم، يعني ما تفضلت به من إنفاق أشار إليه البارحة الرئيس السابق محمود أحمد نجاد، كان له كلمة في محافظة رمزقان في الجنوب، وقال مخاطبا الأجهزة الأمنية أنه أنتم تتلقون سنويا 40 إلى 50 مليار تومان من الميزانية، هل كل هذه الميزانية تنفق عليكم من قوت الشعب لكي لا تستطيعون حماية منشأة واحدة مثل نطنز؟ وطبعا هاجموا هجوم كبير. أيضا قبله تحدث كما نعلم أحمد نجاد الآن عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، وقبله سكرتير المجلس محسن رضائي وهو قائد سابق الحرس الثوري أيضا تحدث عن هذا، لكن النظام يحاول أن يسيطر، خاصة الأجهزة الأمنية الآن يعني تنتج مسلسلات تظهر بأن أجهزة المخابرات والأمن الإيراني تسيطر على كل بقعة من البلاد، بل على دول المنطقة، لتظهر للناس مدى القوة والرعب، لكن في الواقع هو أنه ثلاثة اختراقات كبيرة حدثت خلال 9 أشهر،
تفجير نطنز الأول، ثم اغتيال فخري زادة، والآن تفجير نطنز والاغتيالات يعني المشبوهة وعمليات يعني تفجير. أنت ذكرت مسألة المسلسلات، يعني أنا لا أريد أن أتوقف عندها قليلا أو أتوقف عندها لأنه عندي محور آخر أريد النقاش فيه، ولكن بما أنه تتحدث عن مسألة المسلسلات، هل المسلسلات هذه تقصد بها هي مسلسلات تبث على الشاشة للمشاهد الإيراني؟ بالتأكيد هناك مسلسلات مضادة قامت بها شبكة أبل تي في، مسلسل طهران كان إنتاج إسرائيلي أيضا، ويوضح كيف آلية الاختراقات التي يقوم بها الإسرائيليون أو الموساد في داخل النظام الإيراني. هل لديك تعليق؟ صحيح، يعني هناك مسلسلين أنتجتهما إيران بمؤسسات هي في الواقع تدار من قبل حرس الثوري، مسلسل غاندو الذي يهاجم الحكومة أيضا والفريق إيران التفاوضي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ويتهمهم بالتخاذل وبوجود عناصر متنفذة تعمل لصالح الغرب داخل هذه الأجهزة، والمسلسل الثاني هو البيت الآمن الذي يصور البلاد على أنها كلها تحت سيطرة استخبارات وتستطيع إيران أن تفعل كل شيء من أجهزتها في دول الجوار حتى وفي دول أخرى مثل كندا وأمريكا وأوروبا. نعم، طيب بالنسبة لمقتل حجازي، يعني تضاربت الآراء حول مقتله، هل هو قتل أم هي وفاة طبيعية بسكتة قلبية كما ذكرت الأخبار؟ لأنه يبدو بأن هناك أمر ما مخفى أو يحاول إخفاؤه. بالتأكيد يعني شخصية كبيرة مثل حجازي ذات أهمية، حتى أهم من هو نائب قائد فيلق القدس، لكن أهم من قائده إسماعيل قاآني، سواء بشخصيته القوية بالكاريزما الذي يمتلكه، له خطب نارية متعددة بالدفاع عن النظام، كان يصف كل المتظاهرين الذين يدعون النظام إلى الخروج من سوريا واليمن والعراق ولبنان يتهمهم بأنهم عملاء للغرب وجواسيس، ويقول أن هؤلاء يريدون إعاقة تصدير الثورة. وبالطبع يعني كما هو مات ولا قتل؟ مات موتة طبيعية ولا قتل؟ يعني حسب ما يقول بعض أنصار النظام من شخصيات أنه لم يمت، يصفونه بالشهيد، يصفونه بأنه فدى المرشد ومثل ابن الجنرال همت. أيضا شخصيات أخرى، حتى كان في تناقض في بيان الحرس الثوري البارحة وتصريح اليوم المتحدث باسم الحرس الثوري البارحة، قالوا أنه مات بنوبة قلبية، لكن اليوم قالوا رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري قال أنه مات متأثرا بإصابته بالكيماوي. من يكون خلف قتله ولماذا؟ هو طبعا كثير التردد بين اليمن ولبنان والعراق، مثله مثل قاسم سليماني، مثل إسماعيل قاآني، مثل قبلهم قادة آخرين قتلوا في سوريا، قتلوا في العراق، ولذلك لا يستبعد أن يكون قد استهدف. نعم. سواء بغارات أو بتفجير أو لا نعرف الحقيقة، يعني ربما متأثرا بجروحه أيضا. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، ضيفي في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني صالح حميد، شكرا جزيلا لك سيد صالح. مشاهدينا سنتوقف الآن مع جوزيب بوريل وهو يتحدث عن مباحثات فيينا وأين وصلت. جنود على حدود الأوكرانية، هل هذا الرقم من الخارجية الأوكرانية؟ ووفقا لمعلومات أمنية، وإن قارن ذلك بالأرقام في الأسبوع الماضي، هل هذه زيادة كبيرة؟ نعم، هناك انتشار للقوات الروسية بكل معداتها. مشاهدينا هذه الساعة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. هيئة النزاهة النيابية العراقية تؤكد للحدث أن القبض على الفاسدين لن يستثني أحدا. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث.
أهلا بكم من جديد. قال رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي للحدث إن القبض على جمال الكربولي وأخيه تم بموجب اعترافات أدلى بها مسؤول سابق يدعى بهاء الجوراني، كان يعمل بين وزارتي الكهرباء والصناعة خلال السنوات الماضية، واعترف على مئات الشخصيات التي ساهمت بالفساد. لجنة النزاهة وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء حدث اجتماع بيني وبين دولة رئيس الوزراء قبل 3 أشهر تحديدا، أوضحت له مجمل عمل وزارة الصناعة بعد أن تم فتح أحد الملفات، وكان السؤال من دولة رئيس الوزراء، أوضحت له ماذا يضرع بعض الشخصيات في الفساد في هذه الوزارة، وبالتحديد المدعو بهاء الجوراني، وبالإسم تم تحديده وتجاوزاته وعلاقاته ومدى ضلوعه في الفساد وتقديم الرشوة والسيطرة على بعض الدوائر وخاصة الكهربائية منها. وحال سيد رئيس الوزراء هذا الملف إلى لجنة الأمر الديواني 29. بدأ التحقيق وهناك حدث ما حدث، اعترف هذا الرجل إلى بعض الأسماء وأسماء كثيرة تكاد تكون بالمئات تخص وزارتي الصناعة والكهرباء، وبدأت اللجنة بالاستحصال الأوامر القضائية باستخدام بعض النواب ومنع سفر لشخصيات بدرجة مدراء عامين وإلقاء القبض لبعض الشخصيات. وأكد العباسي أن القضاء سيصدر مذكرات قبض خلال الفترة القادمة تضم أسماء سياسيين ومسؤولين لديهم ميليشيات مسلحة، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء لن تستثني أي مسؤول تثبت عليه اتهامات الفساد والتلاعب بقوت الشعب العراقي. الخشية من البعض يتحدث الخشية من أنه التصفية السياسية ولا سيما الانتخابات تكون كادت بين قوسين انه تم تحديد موعد الانتخابات، الخشية من التصفية السياسية، وبالتالي ليس المتهم او هذا الشخص الذي هو يخضع للتحقيق كل ما يعترف به ليس صحيحا ان لم يقره القضاء ويثبت على المعترف به. نعم هناك بعض الاسماء تابعة لبعض القوى التي تمتلك سلاح، لكن إلى الآن لم نرى تدخل منهم على أرض الواقع، لكن الأيام القادمة سنشهد إن شاء الله تحرك كبير عليهم. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية العراقية الدكتور رائد العزاوي. أهلا بك معنا دكتور رائد إلى هذه الساعة. الحملة التي أطلقها السيد الكاظمي هي ليست الحملة الأولى، يعني كانت هناك حملة سابقة العام الماضي، هل ستنجح هذه الحملة بالفعل وتكمل مهمتها أم ستتعرقل؟ تحية تليق بمقامك الكريم وبسيدات وسادة المشاهدين، كما هو العهد بك سؤال يحمل أوجه في الإجابة. هل سيستمر؟ أقول نعم سيستمر، لأنه هذا هو قدر الشعب العراقي. إذا لم يقم سيد الكاظمي بواجباته الأخلاقية التي وضعها له الدستور وأقرها الشعب العراقي والتزم بها أمام الشعب العراقي، فإن ذلك سيعني انهيار الدولة العراقية. نحن أمام منعطف خطير ومهم جدا، الأسماء القائمة كبيرة وطويلة، ليست أكثر من 25 و30 اسم و40 اسم. واسأليني أنا أيضا، أنا من شهد على يده وسأضع أسماء كثيرة أمام القضاء العراقي ممن طلبوا مني شخصيا رشاوة في ملفات وزارة الكهرباء، ويتذكر من أتحدث عنه الآن وهو يراني للأسف الشديد وليس موجود في العراق وخارج العراق لأنه يحمل أكثر من جنسية، آلاف من الأموال، مليارات من الأموال، 480 مليار دولار خسر العراق خلال 17 عام.
العراقيون شوفي شعب عنيد صبور هذا الشعب. تخيلي شمس يوم العراقيين تشرق عليهم بأربعمائة مليون دولار يوميا من نفطهم الخام وهم جياع. تخيلي هذا الشعب. أقول السيد كاظم المسؤول مسؤولية أخلاقية وقانونية بموجب الدستور والقانون وأمام الشعب العراقي أن يقدم كل هؤلاء الفسدة الذين سرقوا أموال الشعب العراقي، الذين نهبوا خيرات الشعب العراقي، طيب، أمام القضاء العادل، وثقي بأن العراقيين سيضعون هذه الخطوات على رؤوسهم لأنه سيسترد أموالهم التي نهبت خلال هذه السنوات الماضية. طيب، قبل أن أدخل إلى مسألة كيف يكون استرداد الأموال، يعني الشخصيات التي الآن يتم إيقافها، إلى ما أخذنا سيد الكربولي، السيد جمال الكربولي لديه 12 عضوا في أو نائبا في البرلمان، ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني؟ هو شخص واحد فقط اللي متهم بالفساد، ما هناك أشخاص أيضا، لا نتحدث على الفساد المالي، نتحدث عن الفساد الأمني وعدم استتباب الأمن، كيف سيتم التعامل معه؟ إن لم ينجح، لأنه ما نجح يا دكتور صح. رائد هذا الموضوع في البداية، فكيف سينجح صح. الآن؟ صح صح، الآن سينجح لأن المسألة مختلفة. قلت لك ولا زلت أقول بأنه تشرين كشفت عوراتهم، تشرين كشفت عواراتهم بمعنى التخندق الذي كان يتخندق. شوفي تخيلي الكربولي يمثل السنة، هو يقول ذلك، هو غير حقيقي غير صحيح، لا يمثل السنة، ويعني لدى الإعلاميين العراقيين أزمة كبيرة مع الكربولي، أزمة قاتلة، ذهب بالعشرات إلى تركيا ثم تركهم هناك عراد جياع، هذا الكربولي. على العموم تخيل أن هذه الخنادق التي فصلت اليوم أصبحت واضحة، الحاضنة نفسها التي كان يتخندق منها الكربولي اللي هي الحاضنة السنية هي أول من رحبت بذهابه إلى المحكمة الآن، وهكذا تواليك من الشيعة والكرد وكل من ساهم في سرقة أموال الشعب العراقي. الشعب لن يسكت بعد اليوم، لن يقبل من الكاظمي إلا وأن يراهم أمام الكاميرات معتقلين ويعترفون بجرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي الأمنية والسياسية والمالية. هتنجح التجربة الآن؟ بدأوا بالناحية الأمنية، هل سينعكس ذلك على استتباب أمني أم توتر أمني؟ هم يلعبون على هذا الوتر، مسألة ما جرى حتى في أربيل وبعشيقة وما إلى ذلك، يلعبون على هذا الوتر الطائفي، يتوهمون بأنه يمكن أن يعودوا عقارب الساعة إلى الوراء إلى 2006 و2007، بمعنى أنه السني يتخندق خلف سنة خلف طائفته والكردي والعربي والشيعي، وهذا خطأ كبير، يتوهمون في ذلك. ظهوركم أنتم في ظهور عرات الآن أيها الساسة، يا من سرقتوا الشعب العراقي اليوم يوم الحساب، اللي أكل العنز يطلع الدباغ، هذا رأيي، على رأيي ستي، ما أكلتم من أموال الشعب العراقي سوف يسترد الأموال منكم، وليس حكومة الكاظمي وبالقانون كيف سنستردها؟ كيف؟ شوفي. إذا كانت هم أولاً إذا كانوا إجراءات كثيرة. طيب، علشان بس نوضح للمشاهد، إذا كان عدد كبير منهم يحمل جنسية غير الجنسية العراقية، وبالتالي هذه الأموال قد تكون خرجت تبع الجواز، مثلا البريطاني وضع أمواله في بريطانيا، كيف سيتم استردادها إذا كنا نتحدث بالمليارات يا دكتور؟ عندك في دبي، وعندك هنا في القاهرة، هنا شخصية سياسية عراقية قبل 2003 لا يملك قوت، يملك قصر، يملك قصر، تعرفين قصر؟ قصر حوالي 100-150 مليون دولار هنا في القاهرة، نعرف ذلك، ولكن لدينا إجراءاتنا، نثق كثيرا بالقضاء العراقي، نثق بالسيد أحمد أبو رغيف، نثق بكل عراقي وطني شريف يبتعد عن الطائفة والعرق والمذهب في إعادة الأموال المسروقة، على الأقل وقف التلاعب بها ووقف التصرف بها. بعضهم، الكثير منهم، يعني بعضهم ظهرت اسمه أحد وزراء الكهرباء يملك هنا بأسماء ابنه وأسماء أولاده، نعرفهم طيب جيدا، يعني لدينا معلومات عن ذلك. طيب هي ستستمر. طيب الحملة هذه، طيب معنى هذه الخطوة الحملة، أنا اللي أقصده يا دكتور، الحملة ستستمر إلى متى؟ هل معنى ذلك، هل هي زوبعة في فنجال قبل الانتخابات؟ أم سيكون المشهد يكرر نفسه في الانتخابات؟ أم ستؤجل الانتخابات إلى انتهاء هذا الموضوع؟ إلى متى؟ هو سؤال محير، يعني بالتأكيد أنا لا أعرف، ليست لدي، لكن أنا ما أملكه من معلومات مؤكدة بأن الحملة مستمرة، جرت انتخابات أو لم تجري الانتخابات،
سرنا بمسار آخر سياسي أم لم نسر بمسار سياسي آخر. معنى ذلك أن الحملة بدأت، الشعب العراقي شوفي راجعي كل وسائل التواصل الاجتماعي منذ 24 ساعة وحتى يومنا هذا، الرؤوس كلها تتطلع لأن ترى من سرق أموال الشعب العراقي في السجون، يراهم العراقيين يريدون أن يروا سراق المال العام في السجون، أن يحاسبوا، أن يكون هناك قضاء عادل محترم. ما هم قبضوا قبل كده على ونزيل كعهد العراقيين. طيب ما هم قبضوا قبل فترة على المتهمين باغتيالات الناشطين والمتظاهرين، قبضوا عليهم اليوم أفرجوا عنهم بكرة، ما الجديد يعني؟ الآن المسألة الآن المسألة ليست مسألة شخصية سيدتي، ليست مسألة فرد، الآن مسألة مال عام، مسألة عامة، هذه ليست مسألة يعني هذه ليست مسألة شخص، ما هذا ليس وكيل دم أو ولي دم، هذا أموال 40 مليون عراقي. لا يمكن للكاظمي، لن نسمح، أقول بشكل واضح، لن نسمح لا للكاظمي ولا للقضاء العراقي أن يتنازل عن حقوق الشعب العراقي وأن يخاف أو أن يتردد في أن يتخذ قرارا عادلا يعيد للعراقيين حقهم. سرقت أموالنا جهارا نهارا، نراها بأم أعيننا، أموالنا تسرق وتبنى بها بيوت وتشترى بها فلل وسيارات، فكيف لنا أن نسكت عن هذا الظلم والظلم الكبير الذي لحق بأبناء الشعب العراقي. شكرا. الكاظمي مسؤول أمام الله والتاريخ في أن يعيد أموال الشعب العراقي منهم، سواء بقي رئيس وزراء أو غادر من رئاسة الوزراء. يعني هذا الموضوع يفتح باب كثير للتساؤل، لأنه المسؤولية هل تقع عليه وحده أم هناك أيضا من يشارك هذه المسؤولية؟ نحن مسؤولون، نحن الإعلام مسؤولون، أنا أول واحد مسؤول عن ذلك، لأنني سكت في 2011 عن شخصية كان نائب رئيس وزراء عندما طلب رشوة من شركات بأمي رأس عيني وبأذني سمعت الرشوة، أنا مسؤول عن ذلك، كان المفروض أقدم به بلاغ للنائب العام. شكرا جزيلا دكتور رائد العزاوي، كنت معنا من القاهرة، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. تقرير يفضح لا مبالاة خفر السواحل الليبي والتسبب بغرق مئات المهاجرين. Thank you.
بكم من جديد. دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلي الفرزلي قيادة الجيش إلى إرسال الرئيس ميشيل عون إلى المنزل وتسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري، فضلا عن حل الدستور ومجلسي النواب والوزارة والوزراء بحسب ما نقلته صوت بيروت انترناشونال. وأضاف الفرزلي أن البلد بات في حالة تحلل وشهد حالة انقلاب قضائية لم تحدث حتى في غمرة الحرب الأهلية على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى اقتحام القاضية غادة عون لشركة صيرفة متجاهلة قرار قضايا أو قاضي قرارا قضائيا بكف يدها عن الموضوع. وطالب الفرزلي المواطنين بالسير خلف المؤسسة العسكرية للتحقيق بكل أنواع الفساد إن كان في الوزارات أو المصارف، لأنها المؤسسة الوحيدة النظيفة المتبقية حسب قوله. من مدينة طرابلس في الشمال اللبناني ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، يعني هذه الدعوة عندما تأتي من نائب رئيس مجلس النواب وهو كان محسوب أساسا على تيار جبران باسيل ومحسوب أيضا على تيار الرئيس ميشيل عون، ماذا تعني هذه الدعوة؟ طبعا هذه دعوة غير مسبوقة، ولم يسبق الأستاذ فرزلي أي سياسي لبناني على الدعوة إلى ما هو شبه انقلاب عسكري بالتأكيد. هذا دليل بأن السياسيون كلهم ضاقوا زرعا، أو على الأقل أكثرهم ضاقوا زرعا بتصرفات الحكم من تشبيح ومن يعني شعبوية ومن ضرب للدستور وضرب لكل مقام القيم التي تقوم عليها أي دولة رشيدة. بظل أولا توقف رئيس الجمهورية عن القيام بواجباته أو الاستنكاف عن القيام بواجباته من توقيع على حكومة إلى هنالك، وأيضا ترك الشبيحة التابعين له لكي يقوموا بالاعتداء خارج القانون، دعت الرئيس فرزلي إلى الكلام بما تكلم به. لكن الموقف هو من قبلنا على الأقل كتيار المستقبل بأن الدستور وحده يحكم وليس الانقلابات العسكرية على هذا الخصوص. نعم. طيب هذه الدعوة كيف لقت استجابة بين أعضاء النواب البرلمان اللبناني؟ طبعا من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، ولكن هذا يعني بأن هناك توجها حقيقيا لإعلاء الصوت أخذ موقف معنوي على الأقل من رئيس الجمهورية. وأنا برأيي أن الموقف المعنوي يجب أن يتضامن معه الجميع، ولكن هذا بالنهاية غير دستوري، لأن الدستور حتى لو انقلب جميع النواب على رئيس الجمهورية لا يمكنهم أن يزيحوه من موقعه. أنت تقول غير دستوري، طب يعني هل ما يقومون به الفرقاء اللبنانيين الآن هو دستوري أصلا؟ لا شيء دستوري بالتأكيد، كل ما يحدث الآن هو غير دستوري بالتأكيد، لكن بالنهاية لا يمكن مواجهة ما هو غير دستوري بما هو غير دستوري. علينا التمسك بالدستور، لا بأس أن يحدث اجتماع يطالب به أو عريضة تطالب باستقالة رئيس الجمهورية أو بتنحيه، أو على الأقل بأن يوقع على مرسوم تأليف الحكومة، لكن بالنهاية الدستور هو واضح بهذا الخصوص، لا شيء يقر رئيس الجمهورية إلا استقالته هو ذاته أو أن يكون هناك خيانة وطنية. نعم، أنا أرى بما يقوم به رئيس الجمهورية نوع من الخيانة الوطنية، لأنه يرى الوطن ينهار ويرى البلد ينهار وهو مصر على أن يحمي عشيرته على رأسهم ولي عهده جبران باسيل، لكن بالنهاية هذا هو الواقع القائم في لبنان. نعم. طيب سيد مصطفى، ما هو موقف نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني من هذه الدعوة؟ هل هي الدعوة كانت بشكل فردي من نائب البرلمان أم كان في تنسيق بينه وبين رئيسه بشكل غير معلن؟ طبعا بطبيعة الحال يعني حسب معرفتي وخبرتي بالعلاقة بين رئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس السيد فرزلي، دائما هناك تفاهم أو على الأقل تنسيق على القيام بما يقومون به، ولكن بالتأكيد يعني لن يخرج نبيه بري ويقول بأنني أنا موافق على هذا الكلام،
مع أنه ضمنيا طبعا يوافق عليه. هو مزيد من الضغط على رئيس الجمهورية. مزيدا من الضغط. طيب ما المتوقع إذن في الخطوة المقبلة؟ إذا كان هو دستوريا لا يمكن أن يقدم استقالته، أو حتى إذا انقلب عليه النواب دستوريا لا يصح ما يحدث، إذن ما هو المتوقع؟ المتوقع للأسف هو أن تاريخيا رئيس ميشيل عون مستعد لأن يضحي بكل شيء من أجل رؤية ذاته في موقعه، والآن رؤية ولي عهده في موقعه. لذلك يتصرف هو وجماعته من بعدنا فليأتي الطوفان، وهو حقيقة يعني بأنه إن لم نكن نحن نتسلط على البلد ونتسلط على الحكم ونتسلط على كل شيء فلذهب لبنان إلى الجحيم. بالتأكيد هذا يعني بأنه من دون حدث خارج المألوف قد لا نرى الانهيار المتمادي للبلد يوما بعد يوم. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. من مدينة طرابلس في الشمال اللبناني كان معنا الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل، شكرا جزيلا. تزور وزيرة الداخلية الإيطالية اليوم العاصمة الليبية طرابلس في إطار التواصل بين إيطاليا وليبيا. وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الأولوية في المباحثات ستكون لملف الهجرة غير الشرعية والأمن مع وصول سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد دبيبة. ومن المنتظر أن تلتقي الوزير الإيطالية نظيرها الليبي خالد مازن. وارتباطا بملف المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا، فقد أمر قاض في صقلية بمحاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني لرفضه السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين إسبانية بالرسو في ميناء إيطالي عام 2019، مجددا أو محددا 15 من سبتمبر المقبل موعدا للمحاكمة. وخلال جلسة الاستماع في باليرمو اتهم الادعاء سالفيني بالتقصير في أداء الواجب والاختطاف، لأنه أبقى المهاجرين في البحر قبالة سواحل لامبيدوزا لأيام عدة، فيما أصر وزير الداخلية الإيطالي السابق على تأديته واجبه فقط برفض دخول سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة أوبن أرمرز، مضيفا أن سفن الإنقاذ الإنسانية تشجع المهربين المقيمين في ليبيا وأن سياسته أنقذت الأرواح. هذا وأكدت محاميته عدم وجود حالة اختطاف، بل أن السفينة كان لديها 100,000 خيار للتوجه إلى أي مكان باستثناء دخول الميناء. مشاهدينا، حبال نجاة قوارب مهاجرة عدة أفلتها خفر السواحل الليبي، ولكن أفلتها عمداً على مدى سنوات متجاهلاً إنقاذ المئات بحسب تحقيقات إيطالية. هذا ما أثبتته مجموعة مكالمات مسجلة بين مسؤولي خفر السواحل الإيطالي وخفر السواحل الليبي، إحداها في يونيو 2017، حيث أبلغ الجانب الإيطالي بوجود 10 زوارق لمهاجرين تواجه مشاكل معظمها في المياه الإقليمية الليبية، غير أن رد المسؤول الليبي كان أنهم في عطلة وليسوا بدوام العمل حينها، وقد يحاولون المساعدة في اليوم التالي. لتؤكد البيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة ونشرتها The Guardian وفاة 126 شخصا بحلول نهاية الأسبوع. هذه الحادثة مشاهدينا هي جزء من تحقيق مشترك أجرته صحيفة The Guardian ووسائل إعلام إيطالية، ويحوي نحو 30,000 صفحة للتنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، وبينها حادثة حصلت في مارس 2017 حين طلب مئات الأشخاص الذين انطلقوا من صبراطة في ليبيا المساعدة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي. وتظهر النصوص أن المسؤولين الإيطاليين حاولوا الاتصال بمسؤولين في خفر السواحل الليبي مرات عدة دون جدوى، ثم فقدوا الاتصال بالزوارق. وفي نهاية مارس أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت مقتل 146 شخصا بينهم أطفال ونساء حوامل. الحادثة هذه تكررت في مايو من العام نفسه، 33 مهاجرا لقوا حتفهم رغم 55 اتصالا من خفر السواحل الإيطالي بعبد الصمد
من جهتهم يؤكد المسؤولون الليبيون أن ذلك يعود إلى البنية التحتية الحرجة وسوء الهواتف والاتصالات التي غالباً ما تنقطع. لمتابعة هذا الموضوع قانونياً معنا من لندن أحمد سعدون الخبير القانوني في شؤون الهجرة واللجوء. أهلاً بك معنا سيد أحمد. سيد أحمد، يعني بداية، ماذا ممكن أن يحكم القضاء الإيطالي بحق وزير الداخلية الذي منع دخول هذه السفينة؟ هذه كبداية. مساء الخير وشكرا لحضرتك ولتقريركم المهني اتجاه مأساة إنسانية متكررة. للأسف يعني إيطاليا كدولة، كحكومة، كمتمثلة بوزارة الداخلية، بوزارة الهجرة، هي لم تتعامل تعامل إنساني وحقيقي اتجاه مأساة يعني بالضبط من 2015 لحد هذه اللحظة. لذلك القضاء الإيطالي عندما يريد يتخذ أي قرار بخصوص ما قام به من عمل غير إنساني وغير أخلاقي وزير الداخلية السابق، هو يستحق، وحتى يكون عبرة لمن اعتبر، لأنه اللي حصل لا يتم أنه إرسال الملامة أو يعني شر غسيلهم بنشر غسيلهم باتجاه ليبيا. ليبيا هم عارفين جيدا أنه محكومة ضمن ميليشيات، عدم وجود مهنية بالتعامل، وجود فساد مالي وإداري لخفر السواحل، في مافيا تهريب غير قادرة أي دولة القضاء عليها لأنها تدر الملايين الدولارات سنويا. فالحديث على أنه هو كوزير داخلية ويحمل صفة كان بإمكانه مساعدة تلك السفينة التي هي أصلا سفينة إنقاذ، فلذلك اللي حصل أنه يستحق الردع ويستحق العقوبة القانونية اتجاه ما حصل. فلذلك حاليا يعني حتى لحضرتك غير خافية عنك وللمشاهد الكريم، أنه إيطاليا لأكثر من 10 سنوات أي لاجئ إن كان سوري عراقي آسيوي عندما يمر لتلك الدول ويصل إلى بريطانيا تحديدا، دائرة الهجرة البريطانية لن تأخذ بنظر الاعتبار وجوده، لأنه لم يتم دراسة ملفه أو حتى إعطاء هوية أو أي شيء من هذا القبيل، يتركوه بالعراء أو يتركوه أن يدخل إلى الأراضي إلى المدن الإيطالية ومن ثم يتوجه إلى فرنسا. فلذلك تعامل الحكومة الإيطالية بهذا الملف هو تعامل غير إنساني وغير أخلاقي من عشرات السنين. فلذلك أنه اللي حصل هي بادرة حقيقية باتجاه، أنا أحترم القضاء الأوروبي، أحترم القضاء لمهنيته في حال إذا اتخذ قرار حقيقي وكبير، لأنه هذا سوف يكون له صدى للحكومة الإيطالية الحالية. طيب. لما حصل لمأساة لناس دفعوا خطأ، يعني دفعوا ثمن أخطاء الغير. نعم، وزيرة الداخلية الإيطالية الآن تتواجد في ليبيا، ما المتوقع من هذه الزيارة على مستوى ملف المهاجرين؟ هو سؤال يعني مشكورة على حضرتك. هو ملف معقد صعب أنه يحل بسفرة أو بزيارة أو زيارتين أو ثلاث، لأنه قبلها حصلت هذه الزيارات لكن لم تجد طريق إلى هذا. السواحل الليبية هي الخاصرة الضعيفة للبحر الأبيض المتوسط، هناك ميليشيات تتحكم بالمشهد العام السياسي والأمني في ليبيا، لذلك أنه لا يوجد هناك النية الصادقة الحقيقية من قبل دول الاتحاد الأوروبي. يعني تتخيل عشرات الاجتماعات حصلت في طرابلس، في مالطا، في بروكسل، في مدريد، حول موضوع مسألة المهاجرين ومعاقبة المافيا، حتى أنه أعطوا تصريحات لأنه طائرات تقوم باستهداف القوارب لكن تخلوا عن هذه الفكرة باعتبار أنه سوف يتم استهداف حوامل ونساء وأطفال، هم هربوا من بلدانهم من أجل أن يصلون إلى بر الأمان إلى دول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا. نعم، طيب، ملف المهاجرين هو من الملفات الشائكة في المناطق المتوترة وغير المتوترة أيضا. إذا ما أخذنا ما يحدث الآن في ليبيا بعد تشكيل الحكومة، هل تعتقد بأنه قد يكون هناك ضبط لهذه الأزمة، خصوصا أن هناك تجار يعني يتاجرون بمطالب المهاجرين؟ هذا يعني سؤالك هو أهم سؤال في اللقاء، بسبب عدم ما ممكن حتى الحكومة الحالية غير قادرة، هي ما عندها عصا سحرية الحكومة الحالية، لابد أن يكون هناك تعاون حقيقي
اولا استبدال كادر خفر السواح، لانه هذا يعني بطريقه عفويه انه على الفساد المالي والاداري. المشكله انه المافيا التهريب كيف يتم معالجتها، هذه تفاصيل جدا مهمه ويحتاج لها الى جهد امني استخباراتي اوروبي حثيث. لابد انه خفر السواحل اللي يحتاج الى معدات مراقبه متطوره، معدات ليليه، نواظير ليليه، حواجز وتفاصيل مهمه، تدريب لتلك الكوادر. يعني بالنهايه سوف تستمر المأساة، هذه حلول ترقيعيه لن تجد يعني نهايه المطاف او نهايه المشكله. لابد انه ليبيا لا تستطيع، اليد الواحده لا تصفق، بريطانيا لابد ان تتدخل ضمن امكانياتها الكبيره الامنيه والاستخباراتيه والماليه. نعم. اتجاه ازمه مستمره. شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات من لندن، كان معنا احمد سعدون الخبير القانوني في شؤون الهجره واللجوء، شكرا جزيلا. تواصل المعارضة التركية مطالبتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن مصير 128 مليار دولار اختفت من احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في عهد صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات البرق. Gündemine ayrılmış olsaydı şu anda ihtiyacımız olan 28 günlük tam kapanmaya sebep olabilecek, sağlayabilecek daha doğrusu bir kaynağın yani Merkez Bankası'nın 128 milyarlık rezervinin nereye gittiğini sormak suç olmadığı gibi o kadar büyük bir sorumluluk ki değerli arkadaşlar. Savcı hemen harekete geçmiş. Kararlar da geldi. Efendim neymiş? Çok gecikmesinde sakınca bulunduğu için mahkeme kararına bile gerek yok, derhal indirin. Lafa bak Allah. Bu devletin nasıl hızlı çalıştığına bak. Saray olunca her şey süratle gerçekleşiyor. لشهر إبريل خصوصية في العراق، فهو شهر سقط فيه نظام صدام حسين الذي حكم العراقيين لثلاثة عقود توجت بتمثال بناه أنصاره تكريما له. وبعد سقوط بغداد في إبريل عام 2003 أصبح إسقاط تمثال صدام المشهد الأبرز وقتها. التفاصيل مع موفدتنا تسابيح مبارك. أبريل من كل عام شهر لا يشبه بقية أشهر السنة بالنسبة للعراقيين. أسقط فيه نظام وصفوه بالديكتاتوري وتوسموا خيراً أن ما بعده هي مرحلة تأسيس لنظام يصلح ما أفسده صدام حسين. الرجل الذي يقول العراقيون إنه حكم العراق بالحديد والنار لثلاثة عقود لم يهدأ فيها العراق على صعيد الأحداث، بين حرب طويلة مع إيران إلى عدوان على الجارة الكويت، إضافة إلى حملات الإبادة الانتقامية التي قادها أركان نظامه ضد العراقيين. في عام 2002 كرم صدام حسين من قادة أركانه بتشييد تمثال يحتفي بعيد ميلاده 65. وبعد دخول القوات الأمريكية بغداد أبريل عام 2003
أصبح إسقاط تمثال المشهد الأبرز الذي سطر نهاية عهد صدام حسين وحزب البعث. أسقط التمثال وسط فرحة وتهليل ضجت بها ساحة الفردوس وتعرض لتفكيك أجزائه فور سقوطه. تفرقت هذه الأجزاء في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت القصص حول مصيرها، فقيل إن الساق اليسرى بيعت على متجر إلكتروني بمبلغ 100,000 يورو. شوهد رأس التمثال يوم سقوطه يجر على عربة يقودها مواطن عراقي بعد دحرجته، ورشح أن جندياً بريطانياً حاول بيع جزء من التمثال عند عودته لموطنه ولم يتم التأكيد إن كان نجح في ذلك. وبعد كل هذه السنوات يبقى أبريل في العراق تاريخاً لبداية حلم عراقي لم يتنازل عنه أهله ولو تأخر، عنوانه دولة مواطنة لا تحكم إلا بمبدأ الحقوق المتساوية والواجبات. هنا وفي عام 2002 بني تمثال صدام حسين بطول 12 متراً تكريماً لذكرى مولده 65. وفي عام 2003 وبعد سقوط بغداد وصلت وحدة متقدمة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية، أمنت المنطقة بالكامل واتصلت بالصحفيين في فندق فلسطين، وبعد ساعتين أسقط تمثال صدام حسين بواسطة مركبة إصلاح مدرعة طراز M88. ومنذ وقتها وحتى اليوم يعبر العراقيون هذه الساحة، ساحة الفردوس، وصولاً لأعمالهم وبحثاً عن لقمة عيشهم، ولا يعنيهم أي نصب كان هنا. تسابيح مبارك لقناتي الحدث والعربية من ساحة الفردوس بغداد. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، دوما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء.